أخبار اليوم. أتذكر العام الماضي لما كنا مجتمعين وطول الوقت إحنا يمكن بنقول إن الاستثمارات المملكة العربية السعودية هي الأكثر في مصر، وهي الشريك التجاري الأكبر في المنطقة مع مصر. عملية اللقاء وجها لوجه ما بين أصحاب الأعمال في مصر وما بين أصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية بيفتح فرص كبيرة جدا للعمل وللاستثمار. يمكن إحنا طول الوقت بنحاول من خلال القنوات ذات الصلة في الحكومة إن إحنا نمهد الطرق بقدر الإمكان لدخول أشقائنا من المملكة العربية السعودية في أعمال مختلفة. يمكن في وزارة التموين والتجارة الداخلية يمكن كان في استثمارات بتأتي في مجال تنمية التجارة الداخلية وفي مجال السلاسل التجارية وفي مجال استثمارات مختلفة ذات صلة. أيضا في قطاعات أخرى بتأتي الاستثمارات من المملكة العربية السعودية. استثمارات الحقيقة اللي بتيجي من المملكة هي استثمارات غنية، كمياتها وقدرها يكون هو الأكبر في المنطقة من غيرها. العلاقات التاريخية ما بيننا وما بين السعودية ما هيش علاقات حديثة، ولا هي وليدة لحظة ولا صدفة، وطول الوقت العلاقات من أحسن إلى أحسن وبشكل أفضل. ويمكن المستوى الشعبي هو اللي بيبقى واضح جدا في هذه العلاقة، مستوى رجال الأعمال وأصحاب الأعمال من المملكة العربية السعودية مع قرنائهم من مصر، ده بيدي نوع من العلاقة الدافئة اللي دايما بتؤتي ثمارها بإذن الله. الملتقى هو ملتقى لتبادل الرؤى والأفكار ولطرح أفكار لأعمال تتم، وليس مؤتمر لعرض مشروعات بذاتها كما يحدث في المؤتمرات الاقتصادية. لكن لا منع إطلاقا من أن هذه التجمعات وهذه اللقاءات بتسفر في النهاية عن أعمال بتنشأ وبتتم ما بين أشقائنا في المملكة العربية السعودية وما بين قرنائهم الموجودين في مصر. أيضا بتبحث الأمور إذا كانت هناك أمور بتحتاج إلى مشكلات بتحتاج إلى حل، اقتراحات للمستقبل. هو ده الهدف من مثل هذه اللقاءات.